منه في مصر كلها ممكن يكون في حدث من النوع ده. احنا موجودين النهارده في العاصمه الاداريه الجديده، والحقيقه المشروع ده احد اهم المشروعات القوميه في مصر، لان للناس اللي ما تعرفش العاصمه الاداريه كبيره جدا، هي تعادل مساحه دوله سنغافوره، وهي تعتبر يمكن اربع اضعاف مساحه العاصمه الامريكيه واشنطن. فاحنا بنتكلم في حوالي 170 الف فدان يتم تعبيرهم وتطويرهم عشان تكون عاصمه متطوره وذكيه، بتبني من الصفر على هذا الاساس عشان تكون ذكيه وتدعم التكنولوجيا الحديثه في بنيتها التحتيه.